انتي هتستني واقفة كده كتير؟ يا اختي اللي واخد عقلك. اخر مره قال لي سكي عليكي بالك، مش عايز الهوا يشوف طرف ثوبك. يا اختي انت لسه فاكره؟ قال لي اطلع يا حسنات. طلعت حسنات. صدق يا روما، اول مره راجل يامرني واحس ان الدنيا مش سايعاني وانا بسمع كلامه. وامر يا قمر امرك ماشي. لو حتى عيوني ما تغلاش، والله ما تغلى عليه. حسنات فوقي يا حبيبتي. عارفه يا روما، عارفه ايه احلى حاجه في رحيم؟ ايه؟ حبه للحلال، وهو ابن حلال مصفي، لا عمره عرف اللوع ولا قلبه اطهر من حب الندى على الفل. ده احنا هنشعر اهو. انا حاسه ان اخره صبري خير. خير ان شاء الله يا حسنات، وان ربنا هيعوضني بيه. تكونيش بتحلمي انك تتجوزيه؟ لا يا اختي، انا بحلم ان هو اللي يتجوزني. يتجوزك؟ على سنة الله ورسوله. مش بعيد، مفيش حاجة بعيد عن ربنا، مش كده يا روما؟ مش مصدقة ليه؟ حسنات يا حبيبتي، خلينا على قدنا وما تسرحيش لبعيد لما تعرفيش ترجعي. بكرة تشوفي يا اختي. الفرخة الجعانة بتحلم بسوق الغلة. الحمد لله على السلامة يا أبو أجمل ابتسامة. الله يسلمك يا سيد. وحشتك طبعا طبعا يا سيدي. مين في الصعيد هيدلعك ويألف ويخرج زيي؟ بقول لك ايه، هتقولي احنا واقفين كده، تعال ندخل جوه. انا مستعجل اصلي. ليه؟ على فين وانت بالقفة الحلوة دي؟ انا عاوز اغلى واحلى جزازة ريحة عندك، اغلى حاجة في الدنيا. ايوه يا سيدي، كده ابتدت الروايه واخيرا هنفتح الستاره. لو انك انت خدت برفات كتير قوي وقطعت نفسي. مش وقت كلام، انا عاوز اغلى جزازه في الدنيا. مش مهم اغلى جزازه. امال ايه المهم؟ المهم هي بتحب برفق ايه؟ ما سالتهاش، بس انت تعرف، مش اشتريت من عندك؟ ايوه، هي بتحب برفان ماركه رحيم المنجاوي. هتهزر تاني يا سيد. هي بتحب اي حاجه انت تقدمها لها. انا عايز اقدم لها اغلى واحلى حاجه. عينيا، تعال معايا. اتفضل يا سيدي، احلى واغلى برفان. مالكش صالح بالفلوس، الحساب عندي. اه انت عملت ايه؟ حسابها كام؟ خد بس شوف اسمها ايه. حسنات، احلى اسم في الدنيا، حسنات. هي دي مقابلتك ليا؟ أول مرة أجي بيتك؟ ما تقولي حاجة. مش عارفة أقول إيه. أقول اتفضل. مالك؟ ولا حاجة. تعال تعال اتفضل، تعال تعال اقعد استريح، اقعد. ولا أقول لك، تحب نقعد جوا؟ جوا فين؟ في البلكونة دي، هتعجبك قوي قوي، وفيها زهرة ريحان أنا بحبها قوي عشان من اسمك وريحتك كمان. شفت بقى، نسيتني، الباب مفتوح، هروح أقفله. هتصدقني لو قلتلك ان انا النهارده بس كنت بحلم بدخلتك عليا. واقف ليه؟ ما انا خلاص قفلت الباب. عاوزه مقفول عليك على طول. ازاي يعني؟ بيتك يسيعك، الباب ما يلمحش طرف ثوبك، و تتحشم في لبسك. الله عليك. لا بقول لك ايه بقى،
اقعد استريح وسمعني من الكلام الحلو ده. مش قبل ما اسمعك الاول. انا ما عنديش حاجه اقولها، انا ما عنديش غير كلمه واحده وبس. امرك يا سيدي يا تاج راسي. انا ما عاوزكيش تغني كمان. خلاص مش هغني، ولا حد في الدنيا هيسمع صوتي غيرك انت. انما قول عشان ايه ده كله؟ انا ما عاوز الناس يقولوا عليك بضاعه في فترين الرايح والجاي يتملى منها، واللي ما يشتري يتفرج. قلت ايه؟ ده انا حرم على نفسي الباب والشباك وخاصم كل الناس وانسى الخلق، ما افتكرش غيرك انت. بعدي بعدي دلوقك فوتيني انزل. كنت هنسى قزازة الريحة على الله تعجبك. اسمها حسنات، مستني تحت في العربية. ستر يا كريم. الشيطان انا؟ لا، الشيطان هو اللي وسوس لامي نحاوة طلعت ابونا ادم من الجنة، وانا بقى هدخلك الجنة ومش هخرجك منها ابدا. يلا السوق، هتوديني على فين؟ والله ما انا عارف هنروح على فين. منزلني ومستنيني المدة دي كلها ومش عارف هنروح على فين. انت عاوز الحج؟ خلينا في الحج. ماشي خلينا في الحج، انما قولي بقى ايه هو الحج؟ الحج يا حسنات، انا عاوز اخدك من ايدك واطلع بيك دلوك على المأذون. عرفت دلوك يا حسنات؟ انا نفسي في ايه؟ تتجوزني على سنة الله ورسوله. انا عاوز ارتاح بالحلال يا حسنات، انا ما اعرفش عمر غير الحلال، ولا عمر مديت يدي غير على الحلال. وانا من ايدك تيجي ايدك تيجي وادفع اللي باقي من عمري عشان اريحك. بس قولي ترتاح ازاي وانا اريحك على طول. انا عارف ارتاح كيف واريحك كيف، بس انا مش واحد يا حسنات. اول مره في حياتي اتمنى اني ما كنتش الكبير. الكبير ما يصغرش نفسه، لازم يفضل طول عمره كبير. من أهلك؟ مش هيسمحوني يا حسنات، هيقولوا عقله طق. ما تخسرش أهلك يا رحيم. أنا ما أقدرش أخسرهم، هاخدهم من الهوادة عشان هم كمان ما يخسرونيش. تحب أفسحك فين؟ لا بقى، العزوم علي أنا النهاردة. تحب نروح السيما ولا نروح مسرح؟ لا خلينا في السيمة، أقل ما نرجعش واخر قوي. على قولك خلينا في السيمة.